برحب بحضراتكم من جديد، وبنبدأ بأخبار الأهلي. طبعا الفريق الأول بالأهلي خاض النهاردة خلاص تمرين قوي النهاردة الصبح على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا طبعا لمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة اللي جاية. التمرين ده كان فيه وحدات تدريبية متنوعة فنيا وبدنيا، وده طبعا لاكتمال جاهزية الفريق لمباراة دجلة. طبعا احنا عارفين ان الاهلي خلاص بيسعى لمواصلة مشواره نحو لقب الدوري، كل مباراة دلوقتي بنلعبها مهمة جدا بالنسبة لنا، مهم جدا ان احنا نحقق 3 نقط ونوصل للنقطة 65 في صدارة الدوري الممتاز. طبعا خلينا نقول يا سارة انه من اللحظة دي، انا يمكن في حلقة امبارح ابتديت وقلت انه خلاص بدانا العد التنازلي، هو حقيقي وكمان الجهاز كمان بدا العد التنازلي. النهارده كان في سياج من السريه بيحيط بتدريب الاهلي، واعتقد ده معناه انه الجهاز مش بس مركز فيه او مش بس بيحضر لماتش دجله، لا، من اللحظه دي بدا استعداد وتحضير الفريق الاول قبل نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله 270 دقيقه بيفصلونا عن حلم حمل درع بطوله دوري الابطال. الحقيقه النهارده كمان ريني فايلر كان ليه وقفه أو اجتماع يعني مع لعيبة النادي الأهلي قبل التدريبات، اتكلم معاهم على بعض الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد أو بالتحضير لماتش دجلة، واتكلم على أهمية الماتش ده بالنسبة للفريق، خصوصا أنه الماتشات اللي جاية كلها دجلة حرس إسماعيلي يعني الأهلي بيتعامل معاها أنها مباريات، بالإضافة طبعا أنها ماتشات مهمة في مشوار الدوري، لكنها بشكل كبير جدا هي الفرصة الحقيقية قدام النادي أو قدام الفريق أنه يحضر ويجهز نفسه لماتش الوداد في دوري الأبطال. الماتش الأول بنفكر حضراتكم إن شاء الله هيكون في المغرب يوم 26 سبتمبر. كمان يا أحمد عايزين نقول إن عمرو السولية لاعب وسط الفريق بيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي علشان يتعافى طبعا من الإصابة اللي هي في العضلة الأمامية اللي تعرض لها طبعا في مباراة المصري الأخيرة بالدوري. اللاعب خلاص يعني أدى جلسة علاج طبيعي وتأهيل في الجام على هامش التمرين الجماعي الصبح النهاردة الصبح، أكيد بنتمنى له الشفاء يعني إنه يرجع لنا بألف سلامة. طبعا عمرو من الأعمدة الأساسية في فريق النادي الأهلي طول مشواره اللي فات، وإن شاء الله بإذن الله إصابته بسيطة زي ما عرفنا ومش هتاخد وقت، والأهم إن شاء الله إن هو يكون جاهز وفورمة قبل ماتش الوداد بإذن الله. وكل لعيبة الأهلي حتى يعني مكان الموجودين مكان عمرو أعتقد إن هم كلهم نجوم في نفس المكان. كمان من أخبارنا إنه فايلر كان ليه جلسة النهاردة مع دكتور خالد محمود طبيب الفريق عشان يسأل على حالة حسين الشحات اللي بدأ زي ما قلنا من امبارح انه بدأ او دخل في برنامج تأهيل عشان يتعافى طبعا من جراحة الفتاق اللي قام بيها في شهر يونيو اللي فات. فايلر اتكلم مع دكتور خالد عن حالة اللاعب وعن الفترة المتوقعة او مدة البرنامج التأهيلي اللي بعدها يقدر كابتن حسين الشحات ان هو يشارك في تدريب الفريق بشكل جماعي. الشحات يمكن كمان كان خضع لمسحه طبيه في بدايه الاسبوع ده عشان الكشف عن كورونا، والحمد لله جت نتيجتها سلبيه وبدا بالفعل برنامج التاهيل ونزل التتش اليومين اللي فاتوا وبدا في تنفيذ برنامج التاهيل اللي تم اعداده ليه.